طيب دلوقتي احنا خدنا دلوقتي او توصلنا الى جدولين، الجدول الاولاني اعطاني صافي القيمه الحاليه ليه كان سالب، والجدول الثاني اعطاني صافي القيمه الحاليه رقم موجب. عشان احسب معدل العائد الداخلي لابد وان اتبع القاعده اللي انا هكتبها لكم دلوقتي على السبوره. معدل العائد الداخلي يساوي، بنقول فيها معدل العائد الداخلي يساوي ايه؟ قال لك يساوي معدل الخصم الأصغر، معدل الخصم الأصغر زائد الفرق بين المعدلين. ايه الفرق بين المعدلين؟ الفرق بين المعدلين هذا اللي هو الفرق بين 17% وال 15%، يعني 2%. هذا الفرق هضربه فيه، هذا الفرق يضرب فيه، يضرب في ايه؟ قوس كبير كده، فيه بسط وفيه مقام. البسط هو صافي القيمة الحالية بس بالمعدل الصغير، بالمعدل الأصغر، تقسيم صافي القيمة الحالية بالمعدل الأصغر ناقص صافي القيمة الحالية بالمعدل الأكبر. يبقى باختصار شديد معدل العائد الداخلي يساوي معدل العائد معدل يساوي معدل الخصم الاصغر، معدل الخصم الاصغر اللي هو كان عندنا كام؟ كان 15% زائد الفرق بين المعدلين بال 17% وال 15% اللي هما كان بالظبط 2%. الكلام ده ضرب مين بالظبط؟ قال لك ضرب صافي القيمه الحاليه بالمعدل الاصغر على صافي القيمه الحاليه بالمعدل الاصغر ناقص صافي القيمه الحاليه بالمعدل الاكبر. طيب تعالوا مع بعض نعمل الكلمتين دول وناخدهم من الجداول اللي احنا خلصناها من شويه. طبعا صافي القيمه الحاليه بالمعدل الاصغر وفقا للجدول اللي احنا لسه منتهيين منه كان 1196. طيب برضو نفس الكلام، 1196 صافي القيمه الحاليه بالمعدل الاصغر ناقص افتح قوس صافي القيمة الحالية بالمعدل الأكبر. طيب صافي القيمة الحالية بالمعدل الأكبر تقريبا وفقا لما اللي طلع عندي فيه الجداول، وفقا للمعطيات اللي طلع، مش معطيات، وفقا للنتيجة اللي أنا حصلت عليها من الجدول، حصلت على الرقم ده 2506. طب بس خلي بالنا من حاجة، ال 2506 كانت رقم سالب ولا كانت رقم موجب؟ كانت رقم سالب، خلي بالك من هنا. يبقى سالب في سالب هتبقى موجب، يبقى 1196 هيبقى تقسيم مين؟ تقسيم رقم موجب. طيب ده بس دي الملحوظة. يبقى إذا الكلام ده هيساوي ايه؟ قال لك هيساوي 15% زائد 2% ضرب مين يا شباب؟ قال لك بسط ومقام، 1196 تقسيم الرقم ده مع الرقم ده هيبقى رقم موجب مع بعض مع الرقم هيطلع لي 3702 بالآلة الحاسبة. على طول اخلص الحكاية ديت هيطلع لي 15.6% تقريبا. يبقى معدل العائد الداخلي في هذا المشروع اللي انا بدرس موضوع دراسه الجدوى له طلع 15.6. اذا ياتي مرحله الحسم، يقبل المشروع ولا يرفض المشروع؟ هتقول لي باجراء زي ما قلت في بدايه الكلام عن معدل العائد الداخلي، باجراء مقارنه بسيطه بين معدل العائد الداخلي اللي انا حسبته اللي هو طلع 15.6 وسعر الفايده الموجود في البنك اللي هو اعطاني من المعطيات وقال لي ان سعر الفايده الموجود في البنوك وما هو الا 10%. في هذه الحاله انا بقول طالما ان معدل العائد الداخلي اكبر من سعر الفايده الموجود في البنوك، اذا يقبل المشروع. اما لو كان معدل العائد الداخلي في هذا المشروع اقل من 10% فبقول يرفض المشروع. وبهنا نكون انتهينا والحمد لله رب العالمين من معايير دراسة الجدوى ومؤشراتها في ظل الربحية اللي اتكلمنا فيها عن معدل العائد المتوسط للاستثمار، وكلمنا فيها عن فترة الاسترداد، وكلمنا فيها عن صافي القيمة الحالية، وكلمنا فيها عن معدل العائد الداخلي. وان شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة في الحديث عن معايير ومؤشرات دراسة الجدوى بس في ظل عدم التأجل.